جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص يدعون بالجن والعفاريت عند القبض، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا من الشرك الأكبر الذي يستنجد بالأموات أو يستنجد بالجن والشياطين عند الغضب ويقول خذوه اذهبوا به، هذا استعانة واستغاثة بغير الله عز وجل من الجن والغائبين، هذا شرك أكبر، نسأل الله العافية والسلام. وإن كان هذا قد اعتاده بعض الناس فإنه عادة جاهلية، يجب عليهم التوبة إلى الله وترك هذا العمل. نعم.